السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غادي نصحوا الجزء الثاني من تمرين الكهرباء الامتحان الوطني الدوره العاديه 2014. دونك كنا سبق لينا صحنا الجزء الاول، دابا غادي ننتقلوا للجزء الثاني. اذا في هذا الجزء الثاني هذا غادي نحددوا الهدف منه هو تحديد نسبه الرطوبه باستعمال متذبذب كهربائي. اذا أنجز التقني التركيب التجريبي الممثل في الشكل 2 والمكون من الوشيعة السابقة ب ذات المقاومة أغ صغيرة. دونك بالنسبة للجزء الأول، دونك في الجزء الأول سبق لينا تعرفنا على هذه الوشيعة هذه، وفي آخر سؤال لقينا بأن المعامل أو المعامل التحريض ديال الوشيعة يساوي 0.4 هنري. دونك الآن نفس الوشيعة هي اللي غادي نخدمو، دونك الوشيعة السابقة بذات المقاومة الداخلية أغ ومعامل التحريض إل. المكتف ذي السعة سي، دونك واحد المكتف سعته سي، المولد المؤمثل للتوتر ديال القوة الكهرومحركة أه، دونك واحد المولد مؤمثل دي القوة الكهرومحركة أه، موصل أوميق مقاومته أغ بخيم، قاطع التيارك دي موضعين، دونك عندي هاد القاطع التيارك، دونك هذا هو قاطع التيارك، عندو جوج ديال الموضعين واحد واثنان. مولد كهربائي جي يزود الدارة بتوتر يو جي كيساوي كا اي دو تي، حيث كا بارامتر موجب قابل للضبط. دونك هنا في بالنسبة لهذا هاد المولد طبعا حطيناه بلي صيانة التذبذبات في الدارة ال سي. بعد شحن المكتف كليا، دونك هنا شحنا المكتف كليا، شحن المكتف كليا بهذا المولد هذا. من بعد اش دار التقني، دونك بعد شحن المكتف كليا ارجح التقني قاطع الطير الى الموضع 2، دونك حطو في الموضع 2. دونك ولات عندي هنا دارة مغلقة مكونة مناش من المولد جي ومن المكتف سي وكذلك من الوشعة بي، دونك هادي هي الدارة اللي ولينا خدامين عليها. دونك عند اللحظة تي كتساوي زيرو يمثل منحنى الشكل 3 التوتر اس دو تي المحصل عليه بين مربطي المكتف في حالة ضبط البارامتر ك على القيمة كتساوي اخ. دونك هنا عطاونا ها هو الميدان، ها هو المنحنى، دونك هذا هو المنحنى الذي يمثل تغير التوتر بين مربطي المكتف بدلالة الزمن. عطاونا هذا المنحنى هذا من بعد اش، من بعد ما ضبطنا هذا البارامتر ك على اش، على كي تساوي اغ صغيره. دونك هاد علاش ضبطنا على كي تساوي اغ صغيره، لانه هذه دائما كنلاحظوها فاش كنبغي ندير صيانه التذبذبات، راه كناخذوا هاد البارامتر ك يكافئ مدى المقاومه الكليه للضاره، مادام هنا ما ديتاش موصل اومي، دونك المقاومه الكليه للضاره هي اش، هي المقاومه الداخليه للوشيعه. دونك خدينا ك تساوي اغ. اولا 2 اي نظام من انظمه التذبذب يبرز هذا المنحنى؟ دونك غادي ناخذ ها هو المنحنى، دونك هذا المنحنى هذا ما فيه حتى شي خمود، دونك هذا منحنى اش من نظام عندي، نظام الدوري. ومادام اننا درنا واحد المولد لصيانه التذبذبات، دونك راه غادي تكون عندي المقاومه اولا الخمود ما كاينش. دونك الاجابه على السؤال الاول، سؤال ثانيا واحد، النظام الذي يبرزه المنحنى هو النظام الدوري. بالنسبة للسؤال 2-2 اثبت المعادلة التفاضلية التي يحققها. دونك هنا فاش غادي ندير، لاحظوا معايا مزيان، قانون إضافية التوترات بالنسبة لهاد الدارة هذه 2-2 حسب قانون إضافية التوترات. دونك انا عندي هنا إلا كان هذا هو منحى التيار الكهربائي، دونك راه التوتر بين مربطي الوشيعة غادي يكون في هاد المنحة، دونك هذا هو يو ال. إلا خدنا واحد المنحة اصطلاحي مثلا هو هذا، لاحظوا معايا بأن يو جي غادي يكون عندها إشارة موجبة، هنا إشارة سالبة وهنا إشارة سالبة، دونك راه غادي يكون عندي يو جي ناقص يو سي ناقص يو ال
يساوي الصفر. دونك هنا غادي نحاول نكتبوها على هذا الشكل، غادي يولي عندي يو سي زائد يو ال يساوي يو جي. بطبيعة الحال هنا بالنسبة ليا بغيت المعادلة التفاضلية التي يحققها يو سي، دونك غادي نخليها بالنسبة ليا يو سي زائد يو ال اش كتساوي، هي ال دي دو اي على دي تي. بطبيعة الحال هنا عندي مقاومة داخلية، دونك غادي نزيد اغ اي يساوي يو جي. يو جي اش قلنا؟ قلنا هي كا، اش عطاو عندنا هنا؟ هي كا اي دو تي، دونك يو جي كتساوي هي كا اي دو تي، دونك هي كا اي. مزيان، من بعد غادي ندير هنا يو سي زائد، دونك انا خصها تكون دلالات يو سي، بما ان دونك بما ان اي اش كيساوي هو سي دي دو يو سي على دي تي، دونك الاشتقاق تاعو غادي يولي هو ال سي الاشتقاق الثاني ل يو سي على دي تي او كاري زائد اغ. دونك هنا اي غادي نعوضها هنا سي دي دو يو سي على دي تي يساوي ماذا؟ دونك هنا مبقناش لسباس، دونك يساوي هو ك، دونك يساوي ك سي تي دو يو سي ال دي تي. دونك غادي نعاود نكتبها يو سي زائد ال سي تي دو او كاري يو سي ال دي تي او كاري زائد ار سي تي دو يو سي على دي تي. هاكا باش غادي نعوضها بالمقاومة الداخلية، دونك بالمقاومة الداخلية الواشعة، دونك اغ سي تي دو يو سي على دي تي. دونك هادي حولت على هاد الطرف، غادي يولي عندي يو سي زائد ال سي تي دو يو سي على دي تي او كاري. دونك هنا غادي نختزل هادي مع هادي، مادام الا حولت انا بغيت تولي عندها اشارة سالبة، دونك هادا يساوي الصفر. دونك هنا اش غادي يولي عندي؟ غادي تولي عندي بحال المعادلة التفاضلية ديال دارة مثالية ال سي. من بعد ما درت ما دخلنا المولد جي، دونك هادي هي المعادلة التفاضلية التي يحققها ماذا؟ التوتر يو سي دو تي. من بعد قال لي في السؤال الاخر قال لي يكتب حل هذه المعادلة التفاضلية على الشكل يو سي دو تي كيساوي يو زيرو كوسينوس دو بي سيغ تي زيرو في تي. هنا ما كاينش عندي التطور في، دونك اوجد تعبير الدور الخاص تي زيرو للمتذبذب الكهربائي. دونك هنا غادي ناخذ بالنسبه للسؤال القادم 3-2 إذن لدينا حل المعادلة التفاضلية هو ماذا؟ هو يو سي دو تي يساوي يو زيرو كوسينوس دو بي على تي زيرو تي. إذن بغينا الإشتقاق الأول، دونك تي دو يو سي على دي تي غادي يعطيني، غادي نشتقو على هادشي لي الوسط، دونك هادشي بيعطيني هو ماذا؟ هو تي. كان المتغير هو تي، إلا كان المتغير هو تي دونك الإشتقاق تاع هذا هو دو بي على تي زيرو، بالإضافة للإشتقاق تاع الكوسينوس هو موان سينوس، دونك بغيت تكون عندي موان يو زيرو دو بي سيغ تي زيرو سينوس دو بي سيغ تي زيرو تي. إذن بغينا نديرو الإشتقاق الثاني هو اش؟ دونك الإشتقاق تاع الشهادة هو دو بي على تي زيرو كيف ما درنا هنا، والاشتقاق تاع السينوس هو الكوسينوس، دونك غادي يبقى عندي هاد السين موان هاد الاشاره السالبه، دونك يو زيرو هنا غادي تولي عندي او كاري، دونك دو بي مادام عاوتاني خرجنا دونك بغات تولي عندي دو بي سيغ تي زيرو او كاري كوسينوس دو بي سيغ تي زيرو تي. دونك غادي نجيو نعوض في المعادله التفاضليه. دونك انا عندي المعادله التفاضليه هي اش؟ هي يو سي زائد ال سي تي دو او كاري يو سي سيغ تي تي او كاري تساوي الصفر. دونك نجي نعوض مباشرة هنا، دونك يو سي غادي تكون هي يو زيرو كوسينوس
دو بي تي زيرو فوا تي زائد ال سي في ناقص يو زيرو دو بي سور تي زيرو او كاري كوسينوس دو بي سور تي زيرو تي اش كيساوي 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 الصفر. دونك غادي نحاول ما امكن انني نعمل ب يو زيرو كوسينوس يو زيرو كوسينوس دو بي سور تي فوا تي. دونك الى درت يو زيرو كوسينوس دو بي سور تي زيرو تي دونك غادي تولي هي واحد مع هاد الناقص هادي. دونك غادي ندير ناقص ال سي فوا فوا اش فوا كو دو بي. دونك ال سي فوا دو بي سور تي زيرو او كاري تساوي صفر. دونك الا كان عندي جوج دائري يساوي الصفر اما هاد هذا كيساوي الصفر او لا هذا كيساوي الصفر. دونك بطبيعه الحال هذا ماكيش يساوي الصفر لانه متغير. دونك هذا يعني ماذا؟ يعني مباشره ان واحد ناقص ال سي دو بي سور تي زيرو او كاري تساوي صفر. هذا ماذا يعني؟ يعني ان ال سي دو بي سور تي زيرو او كاري كيساوي كيساوي واحد. دونك هنا غادي نرفع اولا غادي ندخل الغاسين غيولي عندي هنا غاسين دو ال سي فوا دو بي سور تي زيرو. دونك غاسين واحد هو هو واحد. دونك هذا يعني ان دونك دو بي سور تي زيرو كيساوي هو واحد على غاسين دو ال سي. دونك هذا مباشرة بيعطيني ان تي زيرو اش كتساوي؟ كتساوي هي دو بي غاسين دو ال سي. دونك بطبيعة الحال هذا هو التعبير ديال الدور الخاص هو اللي كنلقاو دائما في التمارين. دونك مباشرة هذا هو تعبير تعبير الدور الخاص. تزر الان غادي نمروا للسؤال اللي من بعده هو الهدف من التمرين تتغير السعه سي للمكثف مع نسبه الرطوبه اكس حسب العلاقه سي كتساوي 0.5 اكس ناقص 20 حيث سي بالوحده ميكروفاراد واكس النسبه مئويه. حدد نسبة الرطوبة X داخل المختبر. دونك هنا أول حاجة غادي نديرو غادي نحاولو ما أمكن في هاد الظروف ديال المختبر نخرجو السعة سي من خلال التعبير ديال الدور من خلال التعبير ديال الدور الخاص. دونك هنا بالنسبة للسؤال السؤال ثانيا ربعة أو الأربعة جوج. دونك لدينا تي زيرو كتساوي دو بي غاسين ال سي. بطبيعة الحال نعلمو ان راه عندنا بالنسبة للتطبيق العددي لقينا من خلال الجزء الاول ان ال معامل التحريض ديالها هو 0.4 هنري. دونك هنا غادي نرفعو كلشي او كاري غتولي عندي هنا تي زيرو او كاري كتساوي هي دو بي او كاري فوا ال سي. يعني ان سي اش كتساوي؟ كتساوي هي تي زيرو او كاري مقسومة على دو بي او كاري ال. دونك هنا عند كيما قلنا عندي ال ولكن تي زيرو خصني نخرجها من اش من الميبيان. دونك الا لاحظنا هنا بان هاد التدريجة كل تدريجة تعطيني واحد ميلي سكوند. دونك من هنا حتى لهنا هذا هو تي زيرو. دونك واحد جوج تلاتة أربعة. دونك واحد جوج تلاتة أربعة خمسة. دونك تي زيرو كتساوي شحال؟ خمسة ميلي سكوند. دونك عندي تي زيرو كتساوي خمسة ميلي سكوند. دونك إلا بغيت نحولها للسكوند هي خمسة عشرة أس ناقص تلاتة سكوند. دونك دابا بغيت ندير تطبيق عددي
سي كتساوي هي 5 في 10 أس ناقص 3 أو كاري على أش على 2 بي أو كاري فوا 0.4. دونك تنجيو تنديرو هاد التطبيق العددي هنا مباشرة. عندي كسر قوس 5 ضرب في 10 أس ناقص 3 قوس أو كاري مقسومة على 2 بي أو كاري ضرب في 0.4. دونك أنا بيعطيني 1.58. دونك أنا بيعطيني 2 أو لا 1.58 في 10 أس ناقص 6 فاراد، اللي هي بالميكرو فاراد هي 1.58 ميكرو فاراد. بما أنه ما بغاو هنا بالميكرو فاراد، دونك راه هي شحال، هي 1.58 ميكرو فاراد. من بعد غادي نحددو النسبة المئوية انطلاقا من هاد العلاقة. هاد العلاقة هي أش، عاطيني سي أش كتساوي، كتساوي هي 0.5 إكس ناقص 20. دونك هنا غتكون عندي إكس كتساوي هي أش، هي سي زائد 20 مقسومة على شحال، على 0.5. دونك درنا تطبيق عددي، عندي 1.58 زائد 20 مقسومة على 0.05. دونك أنا بتكون عندي هي 21.58 مقسومة على 0.5 بحال ضربنا في جوج. دونك غادي تعطيني هي 43.16%. دونك هذه هي نسبة الرطوبة في ماذا؟ في المختبر. دونك هذا هو الجزء الثاني، وإن شاء الله نحاولوا ما أمكن نخدموا أكبر عدد ديال الوطنيات في الفيديوهات الجاية إن شاء الله. جميع الأسئلة إن شاء الله خليهم لي في التعليق أو التواصل معي مباشرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.